حلف إنسان على زوجته بأنها إذا ذهبت إلى بيت أهلها في مدة غيابه فإنها طالق، وفي أثناء غيابي جاءني خبر أنها طالعت في غيابي، فما هو توجيهكم؟ حسب النية، إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق عليها وعلقته على ذهابها فإنه يقع الطلاق، أما إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت منعها من الذهاب فهذا الطلاق يجري مجرى اليمين على الصحيح من قولي العلماء، يجري مجرى اليمين، فتكفل كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام.